سأعود للسؤال الأول، هل هو يوم حزين؟ صحيح حزين في الصحافة التونسية، لكن هو الحزن يعم الصحافة العربية أيضا، لأنه كانت القدوة تونس في البداية في الثورة، وتوقعنا أيضا أن تكون البداية في ردة الفعل في الإعلام. لكن الشيء المؤسف والمحزن أن الردة جاءت من جهة الحكومة باتجاه حرية الإعلام، لذلك حزننا أيضا في الصحافة العربية. أما عن مشاهدة اليوم فهو حقيقة يوم تاريخي ومشهد لا مثيل له، لا في تونس سابقا ولا في العالم العربي، أن يكون هناك إضراب عام بهذا الشكل. هناك بغض النظر عن التجاذبات السياسية حتى في الوسط الصحفي أو المهنية في بعض الأحيان، إلا أن هناك كان موقف موحد للزملاء في نقابة الصحفيين وللإعلام في تونس، مشهد يؤرخ حقيقة، وهو رسالة ليست فقط للحكومة التونسية، هي رسالة لما أسميهم أنا بالحكام الجدد في عالمنا العربي، ليعوا جيدا أن الصحافة لم تعد كما كانت أن توضع اليد عليها وأن يكون هناك يد عليا فوق الصحافة. الصحافة يجب أن يفهم الجميع الآن أن هذا الجيل من الشباب، سواء من المؤسسين أو من الجيل الجديد اليوم في الصحافة العربية، لا تستطيع أي قوة في الدنيا أن تمنع حرية الصحافة، لا يستطيع أحد أن يمنع الفضاء ولا أن يمنع الفيسبوك ولا تويتر ولا المواقع الإلكترونية. لذلك هناك فهم خاطئ يبدو في بعض الجهات للسيطرة على الصحافة. الصحافة حرة وستبقى حرة بإذن الله.